دعانا لزيارتكم بالتوفيق ان شاء الله في محافظة سوهاج. معالي الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه، نشكر حضرتك على الحفل الطيب الجميل لكليه الصيدله. واضح ان كليه الصيدله لها معزه خاصه عند حضرتك، يعني افتتاح القاعه تم من خلال حفل كليه الصيدله، وهي على فكره تستحقها. معالي اللواء هشام الشافعي مساعد مدير الداخلية ومدير أمن سوهاج، معالي الأستاذ الدكتور أمين نور الدين رئيس الجامعة السابق، السادة العملاء، السادة ضيوف الجامعة، السادة أعضاء التدريس، السادة أولياء الأمور، أبنائي الطلاب والطالبات. حقيقة ده أول حفل لتخريج دفعة من كلية الصيدلة، وكلية الصيدلة بصفتي مشرف على قطاع شؤون الطلاب من الكليات التي لا يوجد لها مشاكل. لم تصاب أي مشكلة في كلية الصيدلة طوال الخمس سنوات. ده أنا ممكن أقول ده يرجع إلى القيادات المتابعة على كلية الصيدلة. وفي هذا المقام لازم نوجه كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور جمال صالح، كل الشكر والتقدير للدكتورة سمية رمضان، كل الشكر والتقدير للدكتورة إيمان أبو غير. حقيقة يعني بذل مجهود في كلية الصيدلة في البداية. إحنا بدأنا في مبنى، المبنى أسس من خلال وجود مضنية من السادة العملاء. ويكمل المسيرة الأستاذ الدكتور محمود الأمير حتى أصبح في كلية الصيدلة كيان زي ما بنسميه إحنا كيان ملموس في داخل الجامعة. كلية الصيدلة من الكليات المميزة ليس علميا، ولكن كلية مميزة في الأنشطة، من احسن وافضل الكليات في الانشطه في جامعه سوهاج هي كليه الصيدله. انا مش هطيل عليكم، انا اوجه بس كلمه لاولياء الامور، الف مبروك، وده يوم الحصاد. الفلاح على فكره بيزرع، ممكن يزرع ست شهور، ممكن يزرع سنه بالكثير، لكن حضراتكم بتزرعوا من 17 سنه، فألف مبروك. بالنسبة لأبنائي الطلاب أو الخريجين ألف مبروك. وأنا أتفق تماما مع أستاذنا الدكتور ماهر، مش زي ما قالت زميلتكم إنه خلاص خدنا الشهادة، لا، ده في لسه ده البداية. أنا من وجهة نظري هي دي البداية. الحاجة الثانية لأبناء الخريجين، لازم مهنة الصيدلة من أكثر المهن حضورا، لازم نتمسك بآداب وأخلاقيات المهنة، شيء ضروري وهام جدا، آداب وأخلاقيات المهنة. الحاجة برضه اللي أنا عايز أقول لكم عليها، ما على فكرة إحنا الجامعة أو الدولة بصفة عامة ما بتعملش كليات الصيدلة عشان تطلع صيدلي يفتح صيدلية، لا، ده مش مهمة على فكرة كليات الصيدلة. إحنا نفسنا إنه خريج الصيدلة ده الأفاق متسعة جدا. كيف يحقق خريج الصيدلة تنمية لمصر؟ لا، ده مش الصيدلة يعني، في مجالات أخرى. وأعتقد التصنيع الدوائي ده مهم جدا، لازم كلكم تعدوا نفسكم لهذه المرحلة. كل الشكر والتقدير لمن ساهم في تخريج هذه الدفعة، كل الشكر والتقدير لأعضاء التدريس في كلية الصيدلة، شكر خاص لشؤون الطلاب في كلية الصيدلة، واسمحوا لي بالاسم الحاج عمر، عمل شؤون الطلاب حقيقية في كلية الصيدلة. بصراحة احنا كإدارة الجامعة لم تحدث أي مشكلة في كلية الصيدلة، ده بسبب وجود شؤون الطلاب في كلية الصيدلة، رعاية الشباب في كلية الصيدلة، أديهم منه كل الشكر،
التوفيق لأبنائنا الطلاب في الحياة العملية، كل التقدم والرقي لكلية الصيدلة ولجامعة سوهاج. والسلام عليكم ورحمة الله.